السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني كثيرا عزيزتي المتعلمات أعزائي المتعلمين أن أستكمل معكم إن شاء الله تعالى تصحيح امتحان الوطني الموحد للدورة العادية لسنة 2013 في الجزء الخاص بالمقال الجغرافي، يعني سنتدرس تصحيحا لتحرير هذا المقال وسنختار موضوعا مقاليا واحدا، بإمكانكم أخذ بعض النقاط التي ستهمكم في أثناء اجتياز امتحانكم الوطني. كعناصر العرض، المقطع التعلمي الأول سنتدرس قراءة مقال الامتحان الوطني الموحد لسنة 2013 الدورة العادية. المقطع التعلمي الثاني والأخير سنتعرض فيه لتصحيح مقال امتحان وطني موحد لسنة 2013 أيضا الدورة العادية. مادة الجغرافيا، الموضوع المقالي 10 نقاط كما هو متعارف عليه. اكتب حسب اختيارك في واحد من الموضوعين الآتي، كما درسنا في التمارين المنهجية على أن الموضوع المقالي هو اختياري بين موضوعين، المطلوب اختيار أحد هذه المواضيع الذي يتناسب مع مستوياتكم المهارية المنهجية والمعرفية. سأختار الموضوع الثاني وسأنطلق من نص الموضوع. تعتمد الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية باعتبارها قوى اقتصادية صاعدة على الصناعة لتحقيق تنميتها الاقتصادية والبشرية ومنافسة القوى الاقتصادية الكبرى، لكنها ما زالت تواجه مجموعة من المشاكل لتحقيق هذه التنمية. اكتب موضوعا مقاليا توضح فيه ما يأتي. أولا، مظاهر نمو القطاع الصناعي في الصين، القطاع الصناعي في الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية. ثانيا، العوامل الطبيعية والبشرية المفسرة لقوة القطاع الصناعي في الصين، لقوة القطاع الصناعي. أخيرا، المشاكل التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية. لابد دائما من دراسة متفحصة لنص الموضوع، وقد تكون أكثر من 3 مرات، لاستيعاب حيثيته وأيضا لترصيد المطلوب في إشكاليته. سننطلق من التصميم للموضوع. كما حددنا سالفا، لابد من وضع في المسودة تصميما للموضوع كي يسهل معالجته. سأنطلق دائما من تقديم إشكالي، بمعنى مقدمة إشكالية مع وضع التساؤلات المؤطرة لها. هذه التساؤلات سيتم تفريعها إلى 3 فروع حسب ما هو موضوع في نص الموضوع. الفرع الأول، مظاهر نمو القطاع الصناعي في الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية. ملاحظة لأننا نتحدث على 3 قوى اقتصادية كبرى وليس قوة واحدة، بالتالي هي 3 وحدات دراسية لمستوى الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. الجزء الثاني،
من الإشكالية العوامل الطبيعية والبشرية المفسرة لقوة القطاع الصناعي في الصين. يعني سننطلق من الوصف أي المظاهر إلى تفسير، يعني إجابة عن سؤال لماذا. أخيرا المقطع الثالث، المشاكل التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية. سننطلق من ثلاث قوى إلى دراسة قوة واحدة على مستوى إشكالي، وهي المشاكل فقط. إذا أردنا تدوين مقدمة لابد من الرجوع إلى نص الموضوع. لماذا؟ لتحديد مرتكزاته الأساسية وكي لا نخرج عن ما هو مطلوب في الإشكال المركزي. وسأمر بكم إن شاء الله إلى النص الموضوع، وهو كالآتي. كما تشاهدون نتحدث عن نص موضوع مركب من ثلاث وحدات، الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية، وهي وحدات دراسية تدرس في المجزوءة الثانية وتدرس أيضا في المحور الأخير من المجزوءة الثانية، وهي في غالب الأحيان لن يتم وضعها في هذا الاختبار الوطني الموحد للظروف الخاصة الذي يعرفها. أيضا نتحدث عن التنمية الاقتصادية والبشرية التي تطبع هذه القوى. أخيرا هناك الإشارة إلى المشاكل التي تواجه التنمية بهذه البلدان. لابد انطلاقا من هذا النص الموضوع أن نصوغ مقدمة. هناك بعض المتعلمين يعمدون إلى كتابة هذا النص الموضوع وطرح هذه الأسئلة دون تغيير نص الموضوع، فيمكن أن ينقط بنقطة صفر لأنه لم يبذل أي مجهود وأنه أعاد تكرار نص الموضوع فقط، وعليه يجب بشكل قاطع تغيير نص الموضوع. ويمكن استنباط بعض المعلومات منه كقوى اقتصادية صاعدة، كالمشاكل التي تعيق دينامية اقتصاداته. أما فيما يتعلق بالأسئلة فلا مشكل، فقط طرح صيغة استفهامية مثلا فما مظاهر نمو القطاع الصناعي وغير ذلك، وسأمنحكم نموذجا تطبيقيا لهذه العناصر المهارية والمنهجية. سنمر إلى المقدمة. لاحظ معي، هي مقدمة مركزة تخص ما يلي. تصنف الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية كقوى اقتصادية صاعدة بفعل صناعتهم المتطورة على الرغم من بعض الإكراهات. لاحظ سطر وانيس، وهو تقديم شخصي. عن ماذا نتحدث؟ عن القوى الثلاث، الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية، وأتحدث عن الصناعة. لماذا أشرت إليها؟ لأنها مطلوبة في التساؤل الأول، وأيضا مطلوبة بالنسبة للدول الثالث. أسئلة: فما مظاهر نمو القطاع الصناعي في الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية؟ وما هي العوامل الطبيعية والبشرية المفسرة لقوة القطاع الصناعي في الصين؟ يعني سننتقل إلى التفسير، يعني العوامل، ولكن المطلوب فقط الطبيعية والبشرية. أخيرا، وما المشاكل التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية؟ يعني سأكتفي بدولة واحدة كما هو تم وضعه في نص
الموضوع. للإجابة على المقدمة طرح التساؤلات سننتقل إلى العرض. لابد من ترك سطرين فارغين ليس فقط في مادة التاريخ والجغرافيا، ولكن حتى في مواد أخرى، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، كي يتبين للمصحح أننا انتقلنا من محطة إلى محطة أخرى. أول محور هو مظاهر نمو القطاع الصناعي في الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية. لابد من احترام التسلسل المنطقي، فهذا هو السؤال المطروح رقم الأول، بالتالي لابد من كتابته في الفقرة الأولى. يمكن في المسودة تجزيء المقطع الأول إلى قسمين، الصين والبرازيل، ثم قسم آخر سأنتقل إليه وهو يختص بدولة كوريا الجنوبية. في المسودة يمكن كتابة فقط النقاط الأساسية التي يمكن توسيعها أثناء التحليل. مظاهر نمو الصناعة الصينية، تطور كبير مقارنة مع ما كانت عليه الصين سنة 1949. تركز الصناعة بالمناطق الشرقية والشمالية، ظهور مناطق صناعية جديدة، تنوع الإنتاج الصناعي واحتلال مراتب متقدمة عليه. بمعنى آخر سأجيب عن القطاع الصناعي أنه ينتشر في القسم الشرقي للصين، هو قطاع متطور متنوع، صناعة الهواتف المحمولة أوبو، إنفينيكس، هواوي، فهي صناعة صينية. أيضا منسوجات الملابس، أدوات المنزلية، مواد الإلكترومنزلية، تجهيزات ثلاجات وغيرها. ثم أنها صناعات أصبحت ذات تكنولوجيا عالية مهمة وتحتل مراتب متقدمة عالمية. صناعة اللعب من أكبر المنتجين في العالم الصين. صناعة أجهزة التلفاز يعني ما يفوق 25% فهو إنتاج صيني وغيره، وبالتالي تغزو الأسواق. سأمر إلى دولة أخرى وهي البرازيل، بالتالي نحن ندخل في إطار ما يسمى بلا كومباريزون، يعني المقارنة ما بين دولة ودولة أخرى. البرازيل سي ان بي ايميرجون، بلد صاعد على مستوى اقتصادي شبيه بالصين، لكن يختلف عنه في القارة، فهو ينتمي لقارة أمريكا اللاتينية. عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن الصناعة فقط. تحديد المناطق الصناعية، ظهور الصناعات العالية التكنولوجيا، تعزيز المثلث الصناعي الرئيسي، تطور الإنتاج الصناعي واحتلال مراتب متقدمة عالمية. لاحظ، هي فكرة شبيهة بالصين. البرازيل تتبوأ ترتيبا متقدما عالميا في صناعات متنوعة، الحديد، القطن المنسوج، الفولاذ، صناعة السيارات، حتى أن في السنوات الأخيرة أضحت من بين مصنعي الطائرات طائرة أومبراير، فهي صناعة برازيلية. المنطقة التي تنتشر بها هذه الصناعة لابد من ذكرها أثناء التحرير، هي منطقة المثلث الصناعي الرئيسي، هو يشمل ثلاث تجمعات حضرية كبرى: ريو دي جانيرو، ساو باولو، بيلو أوريزانتي، هو على شكل مثلث، أقوى منطقة صناعية في البرازيل وحتى في أمريكا اللاتينية. أيضا تهتم بالصناعة التكنولوجية، يعني سنبرز ماذا؟ أولا التوزيع الجغرافي، تنوع أصناف أو الفروع الصناعية، ثم ترتيب العالمي، فهو ترتيب متقدم عالميا. لم يتبقى لنا سوى دولة وهي كوريا. كوريا الجنوبية،
تعدد المناطق الصناعية الكبرى المتخصصة. لاحظ معي، أتحدث عن ماذا؟ عن الانتشار، أين تتركز هذه الصناعة المتخصصة حسب الفروع؟ صناعة التكنولوجيا العالية، الهواتف مثلا، صناعة هواتف سامسونج ال جي، فهي صناعة كورية تنتشر في كافة أنحاء العالم، تتسم بجودتها العالية بثمنها المناسب، بالتالي نجد على أن غالبية المستهلكين والزبائن حتى في المغرب يعتمدون على هذه المنتجات. أيضا انتشار هذه الصناعات في المدن الكبرى كالسيول، تطور المكانة العالمية لهذه الصناعة، بالتالي سنبرز التوزيع الجغرافي، ثم تنوع الصناعات من صناعات إلكترونية، إلكترومنزلية، صناعات ذات التكنولوجيات العالية، ثم المراتب التي هي مراتب متقدمة عالميا باعتبار كوريا أضحت تصنف في ترتيب متقدم على مستوى الاقتصاد، يعني يعادل ترتيب العاشر عالميا. سننتقل إلى المحور الثاني من العرض، وهو يخص العوامل الطبيعية والبشرية المفسرة لقوة القطاع الصناعي في الصين. ما هو مطلوب؟ فقط العوامل الطبيعية والبشرية لا غير. ونحن درسنا في برنامجنا الدراسي عوامل تنظيمية، عوامل مرتبطة بالبحث العلمي والتقني والتكنولوجي، وبالتالي غير مطلوب هذه العناصر أثناء الإنجاز. وكملاحظة أثناء التصحيح نلاحظ مجموعة من المترشحين يقومون بالخروج عن الموضوع، ليس مترشحا واحدا بل عدد هائل منهم. لماذا؟ لأنه لا يحترم ما هو يتناسب مع بنية الموضوع المقالي، وبالتالي لا يحصل على التنقيط. طبيعية بشرية الأسس، العوامل الطبيعية للصين، لاحظ معي انتقلنا من لا كومباريزون إلى دراسة حالة إيتيد دو كا وهي الصين. العوامل الطبيعية للصين، أولا الصين تتوفر على جغرافية من بين يعني الدول أكبر مساحة في العالم، يعني ما بين الأربع الأوائل في المساحة، هناك بعض التصنيفات يصنفها في المرتبة الثالثة بعد أول دولة روسيا الاتحادية، ثانيا كندا، هناك من يصنفها في المرتبة الثالثة، هناك تصنيفات أخرى حسب مصادر أخرى تصنفها في المرتبة الرابعة، وتعتبر على أن المرتبة الثالثة هي للولايات المتحدة الأمريكية، إنما يفوق 9.6 مليون كيلومتر مربع. العوامل الطبيعية، أولا التضاريس، نجد على أن السهول تتركز في القسم الشرقي، مساحتها ضيقة نسبيا ولكن تتوفر على تربات خصبة مهمة ومناخ ملائم، غزارة الأمطار، أيضا شبكة مائية كثيفة، نهر هوانغزو، شانغ جيانغ وغيره من الأنهار الكبرى، وبالتالي هذه العوامل ساهمت في السابق ولا زالت إلى اليوم في قوة الفلاحة الصينية، وفي نشاط أيضا للقطاعات المرتبطة بها كالصناعات الفلاحية، وبالتالي ساهمت بقوة في مكانة الصين اليوم باعتبار الصين ثاني في الترتيب العالمي. على مستوى العوامل الطبيعية تجدر الإشارة أيضا أثناء التحرير إلى ماذا؟ إلى الثروات المعدنية والطاقية. هناك بعض المتعلمين نسبة هائلة جدا تتناسى الإشارة إلى العامل المعدني والطبيعي باعتباره مساهما في القوة. الصين تتبوأ ترتيبا متقدما في إنتاج الحديد، النحاس، الزنك
وأحيانا ما بين الخمس الأوائل عالميا. أيضا ثروات أخرى هائلة، النفط، الغاز الطبيعي، أيضا الطاقات الشمسية أو ما يسمى بالطاقات النظيفة. لقد انتهيت من العوامل الطبيعية، لابد من الانتقال إلى ما هو بشري كي أكمل الإجابة. ما هو بشري؟ العوامل البشرية، كتابة فقرة قد لا تتعدى ثلاث أسطر ونصف، تتناول فيها كمترشح ماذا؟ أن الصين أكبر تجمع سكاني في العالم حسب إحصائيات 2015، 1,372,000,000 نسمة، تالي عدد سكان هائل. ثانيا لاكخواسمون ناتوغال بوزيتيف، تزايد طبيعي ايجابي، معدل الولادات كفارق مع معدل الوفيات نجد دائما ان هناك تزايد ايجابي ولكنه بوتيره بطيئه. ثالثا غالبيه الساكنه النشطه ما يفوق 60% سكان نشطون قادرون على العمل او يبحثون عن الشغل. رابعا على مستوى البشري بالنسبة للصين، الصين اهتمت بالبحث العلمي والتقني والتكنولوجي منذ عصر ماو تسي تونغ. أكثر من ذلك أنها تشجع الباحثين في الجامعات وفي المدارس وتهتم بالتعليم، وهذا جعلها بلد متفوق على مستوى الاقتصاد. لماذا ندرس الأسس البشرية؟ لأنها تفسر لنا أن الصين قوة صناعية وأيضا قوة اقتصادية بالنسبة للبلدان النامية. آخر محطة في هذا الموضوع المقالي لسنة 2013، الدورة العادية الخاص بمسلك الآداب يختص بإشكالية المشاكل التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية. سننتقل من دولة الصين إلى بلد جار آسيوي قوي صناعيا واقتصاديا، يتعلق الأمر بدولة كوريا الجنوبية، لا كوري دي سود، باعتبار هناك دولة أخرى جار هي كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية ما هو مطلوب منا؟ ذكر فقط المشاكل التي تعيق الاقتصاد. أول مشكل نقص في المعادن ومصادر الطاقة والتبعية إلى الخارج. فاصلة، الحاجة إلى التصدير إلى الخارج والبحث المستمر عن الأسواق، كما درسنا في الوحدات الدراسية على أن دولة كوريا الجنوبية تعرف نقصا حادا في المعادن، فهناك معادن لا تتوفر عليها بصفة نهائية، وهناك معادن نسبة توفرها ضئيل جدا، بالتالي تلجأ إلى عملية الاستيراد من الأسواق العالمية، كما أنها مصادر الطاقة تشكو هي الأخرى من خصاص حاد جدا جعلها في تبعية إلى الخارج، وهذا يكلف ميزانيتها مبالغ هائلة لاقتناء حاجيتها من النفط والغاز الطبيعي وأيضا الغاز المسال، وتركز مقتنياتها من دول الخليج كالمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها باعتبارها أكبر المنتجين لهذه الموارد في العالم.
أيضا البحث المستمر عن الأسواق. يمكن لنا أن نقوم بتوسيع هذه الفكرة، أن نبحث عن أسواق لتسويق منتجاتها خاصة الصناعية. وكما نعلم على أن منتجات كوريا فهي تنتشر في كافة بقاع العالم، نموذجا أجهزة تلفزيون LG، سوني يابانية، LG فهي كورية، سامسونج فهي تغزو كافة المقاهي بالمغرب بدول المغاربية وحتى الدول الأوروبية. لماذا؟ لأن ذات جودة عالية، ثمن مناسب، تالي تنافس بضائع يابانية كسوني، جودة عالية ولكن تكلفة مرتفعة. أيضا كوريا تواجهها منافسة شرسة لمنتجاتها في الأسواق كما ذكرت سالفا، وخاصة من طرف الصين. لماذا الصين؟ مؤخرا نلاحظ أن هواتف هواوي تحاول منافسة هواتف سامسونج في الأسواق المحلية والدولية. لماذا؟ تنافسها أيضا بتكلفة منخفضة، أوبو إنفينيكس تكلفته منخفضة مقارنة ب، ولكن جودته أقل، وبالتالي هذا يعيق كوريا، لأن أحيانا بعض الزبائن أصحاب الدخل المحدود يقترون أوبو لأنه لا يستطيع اقتناء هاتف إل جي أو سامسونج لأن تكلفته أعلى، وهذا يعيق هذا الاقتصاد. كما أن التنمية في كوريا ليست تنمية متوازنة في كل المجالات الجغرافية، هناك تفاوتات صارخة بين المناطق الساحلية المشرفة على البحر النشيطة جدا خاصة في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي، على عكس المناطق الداخلية فهي ضعيفة على مستوى تنميتها الاقتصادية وكذا البشرية. أخيرا إشكال البيئة فهو إشكال مطروح بفعل وسائل النقل المتطورة وكذا بفعل أيضا عدم انضباط بعض المواطنين بهذه الضوابط، ولكن كوريا يبقى هذا المشكل محدودا مقارنة مع دولة الصين. بمعنى التدوين كمترشح لمستوى الثانية بكالوريا، تدوين فقرة قد تكون على شكل عوارض، ليس هناك أي مشكل في الفقرة الأخيرة بهذا الشكل، أربعة أسطر تعالج فيها الإكراهات هذا البلد. سنمر إلى خلاصة. لتدوين خلاصة لابد من الرجوع إلى نص الموضوع كي نتأطر، ثم سنقوم باستخلاص هذه الخلاصة. سنمر كما تشاهدون نص الموضوع. تدارسنا ماذا؟ الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية. في أي قطاع؟ ركزنا على القطاع كما تلاحظون قطاع الصناعي في السؤال، وفسرنا العوامل الطبيعية والبشرية مفسرة لهذا الاقتصاد، ثم المشاكل التي يواجهها اقتصاد كوريا الجنوبية. بالتالي سنستخلص استخلاص انطلاقا من العرض يكون موجزا ويجيب عن ما هو مطلوب. سأعود بكم إلى الإجابة. كما تشاهدون نستخلص مما سبق أن سبب القوة الاقتصادية للصين والبرازيل وكوريا الجنوبية راجعة إلى ارتكازهم على النشاط الصناعي العصري. لاحظ معي، ذكرت الدول الثلاث التي درستها في العرض، ثم ذكرت أنهم يرتكزون على الصناعة وأنها صناعة متطورة وعصرية، على الرغم من المشاكل التي تتخبط فيها بعض دولهم. كلهم لهم نفس المشاكل ككوريا الجنوبية. ذكرت كوريا باعتبارها هي الموضوع الذي عالجته في العرض. سنتوقف إن شاء الله تعالى هنا. شكرا على إصغائكم، أو استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.